بغيت مرواني يخرج عن صمته شاهد المزيد من التفاصيل. بعد نزول حلقة غيث مروان وأثر الوراء مع أنس بوخاش، طل اليوم غيث مروان بمجموعة من الستوريات بعد المقابلة. حكى غيث من خلال هذه الستوريات إنه بعض المتابعين عندهم تناقض، حيث بيحكوا له بالخاص إنه هنن بيحبوه، وحكى غيث مروان إنه هنن عم يعلقوا في أماكن ثانية إنه هنن ما بيحبوه، وكشف غيث مروان إنه هو عم يحط لهم بلوك مشان يريحهم. إهانات بالكومنتس تمام، ففتت على كل حدا شفته كاتب كومنتات سيئة، فاغلبيتهم لقيتهم عاملين لي فولو، وفوت على الدايركت مسج بلاقيهم كاتبين لي كلام حلو، بس لما يكون نازل بمكان تاني بيكتبوا لي كلام سيء. وفي غيره كتير، بس اكيد الكومنتات الحلوة لا يعلى عليها وهذيك هي الموجودة بكثرة، بس هدول اللي انا ركزت عليهم. ننهي فقط الاخبار بستريات فراشة اليوتيوب نارين بيوتي وهي عم تعمل ميك اب. اتوقع صار لي زمان مالي عامله معكم ميك اب لوك هون على الانستغرام، سو حنعمل ميك اب لوك كتير سريع وكتير طبيعي بخمس دقائق بس يمكن اقل. سو اول شيء رح بلش فيه بالاس بي اف من سوبر جوب اللي بيجي جلو سكرين، هذا كتير حلو لانه بيجي كتير خفيف على البشره وبيعطيكي لمعه كتير هيك جلوي وكتير حلوه ما حيكتر كتير. هذا بيجي اس بي اف 30 وحفرجيكم. كمان انا بحط هذا فيه، هذا تنتج؟ ايه ريلي عن جد؟ give it to me. انا عندي منه بعتولي. بس اللي بعمله هو اني بمد الاس بي اف بايدي، هذا بلاش حنحط باودر بس هيك مو كتير لانه لسه بدنا الجلو. حنمشط حواجبي والشفايف. ترى هذا هو الميك اب، يعني نو ميك اب ميك اب. واو 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 ابدعتي ابدعت.